العلاج بالأعشاب أصبح اتجاه عالمي دلوقتي، بس توفر الأعشاب الطبية بيتطلب عناية كبيرة ووقت ومجهود. ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا خواجة جبيني. يعني الناس العيانين وبيتألموا دولت مش محتاجين إن احنا نوفر لهم دواء نعالجهم بيه وبعد كده نكسب فلوس كتير في نفس الوقت؟ يا ما حدش يكره المكسب، بس الطريقة بتاعتك دي احنا ما نعرفهاش. اصبر اصبر يا معلم حسان، هو هيعلمك. بس احنا ما نعرفش نزرع الا بالطريقة اللي تعودنا عليها، اللي نعرفها ابا عن جد. شايف الجو اللي في الصوبة دي عامل ازاي؟ انا بتعب قوي عشان اوصله للدرجة دي عشان الزرع يكبر، بس لو في بلد الجو الطبيعي بتاعها بالشكل ده يبقى هنوفر فلوس كتير قوي والزرع هيكبر وهيبقى احسن. طيب هي بلدنا يعني فيها الجو دي؟ كل زرعة وليها جوها، وانا شغلتي اعرف ايه الزرعة اللي تنفع جو بلدكم وعلمك تزرعها وازاي تحط عليها كمية كيماويات معينة عشان ما تبوظش، ونبيعها ونستفاد من بيعها ملايين. بينها مهمة صعبة قوي يا ولدي. لا يا ابوي مش صعبة ولا حاجة، انا ممكن اتعلم كل حاجة وكل اللي تقول لي عليه اكتبه واطلع لك احلى محصول. ما شاء الله عليك، انت تيجي مع ابوك وتتعلم معاه، بس انا عايزك تعمل زي الطلبة اللي في الجامعة ماسكين اجندة وبيكتبوا فيها كل حاجة كل التفاصيل عشان لو نسيت حاجة نبص في الاجندة ونضمن احسن محصول. اطمن انا شاطر قوي وهفهمك زين. اتفقنا يا بطل، انتوا بقى الاسبوع ولا العشر ايام الجايين هتيجوا تقعدوا معايا هنا اهو تتعلموا كل حاجه، وبعد كده هديكوا البذور والكيماويات اللي هتحتاجوها. خلاص يا بوي، هبعد عن اهلي وناسي 10 ايام. يا حسان اللي هتعمله ده كنز، كنز يساوي ملايين اكتر من الكنز اللي لقيتوه. الفلوس دي هتساعدك انك تدخل كهربا وميه بلدكم من غير ما تحتاج للحكومة. حكومة ايه؟ هو حد من الحكومة يعرف لنا مكان؟ دول بيعتبرونا طلعنا شيطاني كده من بطن الجبل. مش لازم تعتمدوا على الدولة تعمل لكم كل حاجة، مدام تقدروا تعتمدوا على نفسكم وتتطوروا. شوف يا خوية، مدام النية خير نتوكل على الله. في حاجة مهمة بقى عايز اقول لكم عليها، الاعشاب اللي احنا هنزرعها دي ممكن تكون من وجهة نظر القانون ممنوعة لمصلحة شركات الادوية، عشان كده اللي احنا هنعمله ده لازم يبقى سر. ايوه ما وبعدين هي الحكومه هتوصل لنا كيف؟ دعنا في اخر الدنيا. في نباتات غاليه قوي لان الخلاصه بتاعتها لا غنى عنها في كل العمليات الجراحيه كمخدر، وفي نباتات اغلى من كده بكتير عشان تستعمل كمنشط للرجال، وفي نباتات تانيه بقى ارخص من كده بكتير بتعالج الكبد والكلى. كل متوقف انتوا عاوزين ايه؟ عايزين غالي طبعا، احنا ورانا مصاريف ياما. نشتغل في المنشطات مادام بتكسب اكتر واغلى. للاسف ده مش ممكن يتزرع في بلدكم هنا، ده لازم يتزرع في بلد حر عند خط الاستواء. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتزرع هنا اهو هي النباتات اللي تستعمل كمخدر للعمليات. يا ابن الفرطوس، عايزنا نزرع حشيش وتقول عليه دواء؟ لا يا خواجة، الزرعة دي مش جايبة همها. يا رئيس حسان، إيراد إيراد واحد يجيب لك قد 5 فدادين قمح، وأهم ما في الأمر بقى إنك أنت تقدر تعمل كل ده من غير ما حد يحس بيك. قلت إيه؟ نجرب يا أبوي في كام جراط، وبالمكسب نشتروا بهايم ومولد كهرباء وندخل التلفزيون في بيتنا. وافق يا أبوي؟ وافق. وبعدين في الورطة دي أنا لو قلت لا ممكن يقتلوا ولدي ويقتلوني. لو وافقت من بكرة ممكن نبتدي مرحلة التعليم العملي. أوكي.
بقول لك ايه يا واد يا زرزور؟ ايوه يا سناجي. ده تقعد هنا معاي تسليني لحد ما تاجي عربيه، فاهم؟ فاهم. بس امانه عليك يا سناجي، لما توصل اسوان وتشوف الواد جعران تديله على قفاه على طول قبل ما تعرف مكان سي حسان عشان يقر ويعترف. انا قلت لك تقعد معاي تسليني مش تقلب له دماغي. خلاص اهدى، في عفرة جاية من بعيد هناك. ها عفرة اهدى. حظك زين مش هتوقف كتير. العربية دي ولا اهدى؟ ايوه احسن اهو، على اقله هرتاح من وشك العفش. قابل يا واد وشاور يا ريس. اهدى من ده الواد منع ده. منه منه يا ولد اخوي. او سيدي حسان. حسان اخوي كمان. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة حسان. الحمد لله على السلامة يا كبير. وقف يوم وقف يوم. منع انت يا سيدي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا كبير. الحمد لله على السلامة. علشان يحطها على الجبل. ايوه الحمد لله جينا بالسلامة. شكرين يا اسطى شكرين. عدي عدي عدي. سلامة. يلا برعاية الله. مع السلامة. ايه ايه الحاجات دي كلها؟ بقول لك ايه، شايف الشنطة دي مليانة فلوس والباقي في البنك. بنك؟ واحنا بتوع بنوك؟ ايه ايه الحاجات دي؟ دي حكاية طويلة قوي يا عمي، هبقى احكي لك عليها بعدين. الله، الواد بيخبط على كتفي. ايوه ده منع ده. ربنا يحميك يا ولدي، كأنه كبر 10 سنين. أنا مش عارف أنت قلقان ليه يا أبو مناع. مش عارف أعمل إيه يا وجيبة. تشوف مصلحتك فين وتمشي وراها. إذا كانت مصلحتي دي ما تريحش ضميري. واللي يريح ضميرك تضيع علينا القرشينات وتدي الكنز للحكومة ببلاش. ما إحنا ما نعرفش قيمته صح، اللي يعرف قيمته صح هو الحكومة. قلبك واكلك جوا على الحكومة؟ امال الحكومه قلبها مش واكلها علينا ليه؟ ما احنا مرميين في الجبل ولا حد يعرف اذا كنا عايشين ولا لا. يا الحكومه هتوصل لنا كيف؟ احنا بعيد قوي عن العمار. شوف يا حسان يا اخويا، انت كبير ناسك ومسؤول عن عيلتك صغيرها قبل كبيرها. يا وجيده وانا قصرت في حاجه؟ لما تضيع علينا مال ممكن يزود غنماتنا ويجيب لنا ركايب ومواشي تنفعنا تبقى قصرت. طب وإذا قلت لك إن في سكة أتجيب لنا فلوس بالكم؟ يبقى خير وبركة وتمشي فيها طوالي. بس السكة دي هترجعنا مطار التاني في عين الحكومة بعد ما نسيونا. وهي الحكومة كانت عطتنا إيه عشان نخاف منها ولا نبكي عليها؟ كلامك ده كلام الخواجة، قال الجنون للي يستفيد منه، واحنا ما بنستفدش بجنون الحكومة. يبقى لازم يكون للنجع قانون لها. ايوه جنون ملوك، وابقى انا الملك بتاع النجع واطلع القوانين اللي فيها مصلحة النجع. والله كلامه زي. شفت انت علشان تدخل الواد مناع المدرسة وتطلع له شهادة ميلاد عملت ايه؟ اتبهدلت وكتبت له عنوان مزور عشان ما فيش حد يعرف حاجة عن نجع الجبل، وهملته يعيش في سوهاج. ايوه وهمله كمان لغاية ما يخلص الجامعة ويعاود يلقى أبوه خلى نجع الجبل جنة وحزرع الجبل من خيرات ربنا. وحجيب فلوس منين لده كله يا حسان؟ مش واحد يا وجيدة، كبار النجع لازم يدفعوا فلوس عشان نعمر النجع. مدام الحكومة مش سائلة فينا يبقى لازم احنا بقى نبص لحالنا. Thank you.
غصب يا ناس تحرمني. انت مالك عمال تتبايع من الصبح في فطير المقايم يا عميش؟ ها زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المقاش دي ما كلتش. إيه؟ هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ إيه؟ طب عليك انت، انا لو جيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح؟ اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. لا قول لي يا حصاوي، امسك امسك. لا قول لي يا حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه. الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج. اصل بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللي منتي، هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البلينه، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه، كليه الجامعه الزراعه، وهو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سالت لنفسك يا سياده المقدم انت حكيت لك على كل حاجه بصراحه وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. سيدي مناع بيه؟ الحمد لله على السلامه. سيدي مناع ده الواد عميش التباع بتاع مصنع العلف. بس سياده المقدم احمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقه. بقول لك ايه يا بيه، ما تتفضل معايا على مكتبي ارسيك على كل حاجه بالورقه والقلم. تفضل يا باشا. قهوة تكيل. مظبوط يا مناع بيها. مين قهوة مظبوط بسرعة يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيها. احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمة اللي ظهرت فجأة في محافظة سوهاج. أنا عايش في سوهاج من أيام ما كنت طالب في الإعدادية في الثانية. ونقلت هنا من أيام الجامعة. وكملت حياتي في سوهاج. يعني ما ظهرتش فجأة. بس لما تشتري مزرعة الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجأة. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كلية الزراعة شعبة انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعة وما لقيتش عندي مشكلة في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومة مستوفى وسليم. أظن برضك إن سيادتك تعرف من شهادة ميلادي يعني إني مولود في جنة. كان حقك تسأل الأول أنا ليه عشت موحود في سوهاج الفترة دي كلها. يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم. الطار كنس عيلتي كلها. ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. وقال لي ان احنا كنا اغنياء وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي، حطيتهم وديعه في البنك، ولما اتخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. ليها حكاية، فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبق وقلت لك، أهلي وناسي ما لهمش ذكر عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق، ما لقيناش لي أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلاً كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بجنة. الله يرحمه ويحسن إليه. هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت. قال انه مش اخ امي. وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الدار ولعت في البلد، ابوي خاف على مرته الحامل. وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته. لكن الطار ما بيرحمش.
انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الضارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينقش عليا بيعرف اصلي وفصلي. الخوف لانقتل، هنقتل على قد ناس ما عرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. انا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش بره الاداره. سيادتك عارف انا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون اي ذنب، وجاي زمون برضك بدون اي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب اكبر مزرعه مواشي فيك يا سهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا اخوي، ربنا يكرمك. مسكتك يا بنت حسان، مسكتك. حسان كده حاف من غير سيدنا؟ ان كان علي انا عايز اقول له يا سيدي، عايز اقول له يا تاج راسي، عايز اقول له يا سيدي النجع كله، لكن اعمل ايه؟ عمي وابوي لو سمعوني هيقتلوني. هو ابوك كده طول عمره بيكابر وعمره ما بيعترف بالحق ابدا. هو لولا ابوي كنا عشنا في الامن اللي احنا فيها دي. وهو لولا ابوي ما وافق وحط يده في يد ابوكي كان حصل حاجه في النجع. طول ما انت بتقول ابوي وانا بقول ابوك وهما الاثنين واقفين لبعض كده زي ناقر ونقير، عمرنا ما هنتجوز ابدا. روح فين؟ تعال يا نسمه خلينا نمشي. صدقيني يا نسمه انا ابويا طيب، لولا بس الافيون هو اللي لحس عقله، لكن عمي اقول لك عمي دايما يوزه ويقول له لو خليت حسان يركبك هيدوس عليك بالجزمه. والله العظيم حرام، انا ابويا طول عمره بيفكر في حال النجع كله وعمره ما فرق ما بين عيلة والتانية، وانت عارف الكلام ده. عارف نسمة، لكن تقول ايه؟ تعرف بيقول له ايه كمان؟ ايه بيقول له لو وقوفك قدام قالت حسان كان فكر في عيلته وبس. طب ما تفكر لنا فكرة يا ابو الافكار، ازاي نجمع بين العيلتين؟ يا همام لو حد من عيلتي ولا من عيلتك عارف ان احنا بنتقابل في السر هيقتلوني ويقتلوك انت كمان، والعيلتين يقوموا على بعض، واكيد عيلة من الاثنين هتفنى. انا فكرت خلاص وصدرت عمي وهيفتح ابوك في المجلس، وطبعا عمي وافق عشان اكيد ابوك هيرفض. اكيد هيرفض وتيجي على راسي. هتيجي لمصلحتنا يا عبيطه. قولي لي ليه؟ ليه؟ لانك لما تبقي محجوزه لي محدش في النجع لا من قريبنا ولا من قريبكم هيقدر يتقدم لك بعد كده، فهمتي؟ بعد عني. ايه ما فيش ولا لمسه قبل الجواز. بت تعالى بت لا تعالي لا تعالي تعالي يا نسمة تعالي تعالي. كلنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة، يعني ما فيش فرق بين عيلة بنداري ولا عيلة عبادي ولا عيلة حسان، يعني مصلحتنا واحدة وسرنا واحد. حديثك زين يا كبير، لكن ما هواش حقيقي. تقصد ايه يا ريس دياب؟ ولا فرقت بين عيلتي وعيلتكم وعيلة عبادي؟ ما احنا مع بعض بما يرضي الله، ولما بنبيع اللي بنكسبه بنوزعه علينا، والحمد لله بقينا احسن من اهل المنبر كمان. مش ناقصنا غير التلفونات. ايوه والدش ابو الالوان. دي وعره يا سيدنا. لكن اطمن مناع ولدي الباشمهندس مناع وعدني حيلاقي لها حل. وما دام مناع ولد اخوي قال ان عنده حل يبقى هيحلها. رجاله وطبط والله. بس انا قاعدين يا معلم بنداري. بس يا ريتك يا بنداري قاعد وسطينا بوعيك زي زمان. خبر ايه يا راجل؟ هتتنجر على اخوي الكبير ولا ايه؟
حدش بيتنجر يا دياب، روق المال وخليك محضر خير وما تعزولناش يا راجل. اخوانا حاشا الله، ربنا يعلم انا حزين لمن داري كدير. يا ما قلت له ما يقربش الا فيون، لكن هو عاند وكابر، وادي النتيجه قاعد مش داري الحاله. لكن انا وعيلك قوي يا كبير، وبدي تثبت ان البلد كلها عيله واحده ومفيش فرق بين عيله وعيله. وحسبتها كيف دي يا دياب؟ توافق على جواز والد اخوي همام من بيتك؟ قلتيها كبير، احنا طول عمرنا وكل عيله بتتجوز منها فيها، وما دام كلنا هنبقوا عيله واحده يبقى مفيش ما يمنع ان العائلات كلها تتلخبط في بعضيها. يا توضح كلامك يا دياب يا تصحي كبيرك يتحدث. يعني انتوا عايزين حتة من لحمي تعيش وسطيكم بالجواز وبشرع الله؟ خلاص، يبقى انتوا قنان تدونا حتة من لحمكم تعيش وسطينا بالجواز وبشرع الله، وحمرعيها كيف ما حتراعوا بنتي. انا عارف اللي من داري عنده بنت اخر العنقود. تمام، زينة وهي زينة صح، لكن لازم اللي يتجوزها ما يكونش اقل من اخوها همام. تقصد ايه يا دياب؟ انا قصدي على بكري والد اخوي ناجي، راجل والد راجل. يا راجل، وين الرجال يا دياب؟ لا، احنا ما نوافقوش باقل من ولدك مناع. ده لو انت صح عايز البلد كلها تبقى عيلة واحدة، لكن لو ما وافقتش يبقى تبطل الحديث الفاضي ده اللي ما منوش لازمة ومحدش هيصدقه. هو يا اما ماشي كلامك يا دياب يا اما لا. ده ايه الحديث الماسخ ده يا اخوانا؟ انا كلامي من قلبي لمصلحة اهل النجا، وما دام مستقبلنا واحد يبقى كمان عيلتنا تبقى واحدة، وانا ما اقدرش اقول موافق الا لما اشور عيلتي. لكن بإذن الله خير. عم سعدون، عم سعدون طمنا. يا عم سعدون ليش ما تفضل؟ تفضل يا ولدي كبرني، بس يا خسارة طلعت زي القرعة تمد البرة. ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ هي عيلة البنداري كان فضت من البنات، لو عايز تتجوز قول لي كان جوزتك بنتي جميلة. يبقى عملها عم دياب، يا فرحة قلبي. روح روح يا ولدي كبرني، فتك بعافية. مبروك عليك بنت كبير النجا يا همام. ببالك فيك ابوي. عم دياب ابوي طمني يا عمي، الناس طالعين يبركوا لي ليه؟ مش قلت لك ادخل حسان فورطه؟ اديني دخلته فورطه ما حدش هيوافقوا عليها من عيلته ابدا. ليه يا عمي؟ هو انا ورطه؟ ما كانش العشب القاعده مفضت وليه؟ يا ابوي عليك يا ولد ابوي، مليون مره قلت لك بلاش الافيون على الصبح بيتولد. الافيون ده مزاج، خليني كيف الفرس. كيف الفرس؟ طب يلا يلا همام، اسند ابوك وروح البيت واكلوه زفر وشربوه شاي تقيل بدل ما يضحك الناس علينا. قلت له مليون مره هو مش راضي يسمع الحد. لا لازم يسمع وهيتعالج غصب عنا، كفايه ان حسان عمل عبره لكل اهل النجا. يلا يلا يا ولد ابوي يلا. تعال ابوي تعال، من غير كلام كتير ملوش لازمه. اسمع يا استاذ، أنا قررت ألغي كل حساباتي من عندكم لأنكم طلعتم أسراري برا وكشفت رصيدي. رواق بس يا منابي، وما فيش داعي للغضب، اتفضل جوه قابل السيد المدير، هو عنده علم بكل حاجة وأشرح لك كل حاجة. موضوع اللي عنده علم بيه بس. اتفضل يا منابي. اهدى بس، انزعل نفسك ليه؟ اتفضل. ايه خبري؟ ازاي يا بيه رصيدي كل من هب ودب ممكن يطلع عليه؟ حسابات العملاء هنا سرية ومضمونة ومش ممكن الكشف عنها لأي حد إلا للعميل، إلا بحكم محكمة. هو ده حصل معايا كيف طيب؟ يمكن موظف سربها غلط لجهة أمنية ولا حاجة، لكن إحنا من ناحيتنا هنكشف عنه ونوقع عليه العقاب، ما تقلقش خالص. أنا أسفة يا توفيق بيه، في حاجة في كشف الحساب ده غريبة قوي مش فاهمة.
وريني كده. لا غريبة ولا حاجة، لأن صاحب الحساب قاعد قدامك اهو. حضرتك سحبت 10 مليون جنيه مرة واحدة الشهر ده ولا في حاجة غلط؟ واضح يا توفيق بين الحسابات كلها سرية، بدليل إن أي موظف ممكن يعرفها. سداح مداح. أنا آسفة بس ده شغلي في المراجعة على حسابات الصرف، ده حماية للعميل مش كشف للأسرار. أسرار إيه وبني فيها أسرار؟ بس وقت كلها عرفت إني اشتريت مزرعة من الحاج عبد الكريم ودفعت 10 مليون جنيه، أنت كان ناقص تنزليها على الفيسبوك. المهم دلوقتي ناوي تفتح حساب تاني ولا مصمم تلغي التعامل معانا؟ الله يا توفيق بيه، مفيش أي سبب منطقي يخلينا نتعامل معاكوا تاني. لكن يلا خليها عليا المرة دي، لكن يمين بالله ما حد يعرف رقم حسابي الجديد إلا ونصور لك قتيل هنا. وليه بس القتيل؟ نوريان خذ مناع بيه وتمموا له الإجراءات في خدمة العملاء. تحت أمرك يا بابا. تفضل يا أستاذ مناع. يا بنتك؟ أيوه. ما شاء الله ربنا يخليك. أنا سألت بنتك وطبعاً استحت، لكن اللي شفته منها أنها موافقة على همام. همام ما يعيبوش إلا زناخة مخ أهله. أخته زينة شاطرة ومليعة، لكن أنا شايفها مناسبة أكتر لولدك بكري. ضيق عليه من دوره، لكن منع ولدي كبير عليها. لا كبير ولا حاجة، خليه يعوض السنين اللي راحت منه في العلام مع وحدة عمري معاه. مع إن مغاوري ولد عمي كان عشمان يجوز البت فاطمة. مدام مغاوري ما كشفش عن اللي في نيته يبقى خلاص مفيش ملام عليك يا اخوي. واحنا بنعمل الصالح اللي يوحد الاهالي، وما تنساش البت فاطمة لسه صغيرة. يبقى يشور على وجيدة. وجيدة تعالي تعالي شور عليكي. عارفة اللي هتقوله يا حسان، بس مش هين عليا ودي بيتي بيت البندريه تتلوع هناك واجيب بيتهم تتهنى هني في عزنا. يا راجل دول ما هنش عليهم يجيبوا تلفزيون وراديو زي الحدان، وانا بنتي خلاص خدت على العيشه ازاي. بنتك راضيه يا وجيده والبركه فيها، هي اللي ممكن تخلي همام بعدين يعمل لها كل اللي هي عايزاه. وهو لو عايزها صح مش اخر الغلط. خلاص اذا كانوا عايزين يتم الاتفاق يبقى لازم بنتي تعيش وسطيهم كيف ما كانت عايشه هنا، وكيف ما بنتهم هتعيش وسطينا. إذا كانك دي أنا موافقة. البت اسمها زينة وهي زينة، وشها سمح ولسانها عفيف. على بركة الله. قول لهم يا ناجي إن إحنا وافقنا، وقول لهم كمان على شروطنا. بس الناس دول يا أخوي مخهم ظلم، ممكن يتصرفوا غلط. لكن على أي حال لو وافقوا على شروطنا هجيب لهم العمال يعملوا كيف ما عملنا عندنا، ونبقى في الأمان. إيه عندك حق. والله أنا خايف من العمار ده اللي جاي علينا. والعمار ده معناه حكومة وناس، ربنا يكفينا الشر الاثنين. كده خلاص دخلت بياناتك ونموذج التوقيع بتاعك. حضرتك تعالى اقعد مكاني ودخل رقمك السري اللي جوه الكارت واضغط انتر واكده مرتين، وبعد كده اقدر اقول لك مبروك. ما اقول لك ايه يا انسه نورهان، وانت يعني مخطوبه او حد جاي عليكي؟ استاذ مناع من فضلك دخل رقمك السري وسايفه عشان اكمل شغلي، بابا ممكن يدخل علينا في اي وقت. واحنا بنعمل حاجه غلط؟ ما انا بسالك سؤال، عايز اجاوب جاوبي، ما تجاوبيش خلاص كاني ما سالتش يا ستي. استاذ مناع انا دلوقتي في الشغل. وانا يعني في النادي. خلاص يا ستي، ان كان على الشغل ومش شغل هخلصك منه. بسيطه خلصت يا ستي بالسرعة دي؟ الله، وانت يعني فاكراني عشان انا صعيدي جاهل؟ لا انا اعرف في الكمبيوتر كويس. تحب اسيف لك الايميل بتاعي؟ اهو يا ستي، مناع الحويطي ات ياهو يا خلق دوت كوم. وحضرتك سايبني اهاتي معاك واشرح لك في الكمبيوتر؟ بس بصراحة طلبنا شرحك حنين قوي، ولسانك كان بينقط عسل، ما حبيتش احرم نفسي منه. بابا اتفضل. دخلت الحساب الجديد يا نورهان؟ كله تمام.
لعلك تكون انبسطت يا منى بيه. طبعا يا توفيق بيه، متشكرين يا سيد نورهان، متشكرين. السلام عليكم. تفضل.